يقول الأستاذ بوشعيب الشوفاني في كتابه التفسير العلمي للظواهر الخارقة في الفصل 11 عن ظاهرة السحر، تقول الباحثة والأخصائية النفسية إلهام أبو بكر في مقال لها بعنوان التفسير العلمي للحاسة السادسة: لقد كانت دراسة مثل هذه الظواهر حتى قبل عقد من الزمان من المواضيع الممنوعة البحث عنها لاصطدام تفسيرها بالمفهوم الوضعي للعلم والتصور المادي للكون. ولما تمردت تلك الوقائع على التفسيرات المادية التي فسرت بها حوصرت في هذه الدائرة المسمات بالباراسيكولوجي وعزلت عن دائرة السيكولوجي حتى لا تتعارض مع التفسيرات التي تسود هذه الدائرة، إلا أن ظاهرة السحر أصبحت إلى جانب ظاهرات غيبية أخرى محور علوم جديدة. ومن الواجب علينا أن نحكم على الظواهر ونقيمها وتقرير الحقائق المتعلقة بها وتحليلها وتفسيرها، غير أن الكثير من المؤلفات العلمية تبدأ بالحكم عليها بأنها من قبيل الدجل والخرافة. ومن هنا تصبح هذه المؤلفات غير علمية لأنها تقع في خطأ حكم مسبق على هذه الظواهر. إن السحر قديم الأطماع البشرية المتمثلة في الغيرة والحسد وحب السيطرة والتملك، غير أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تساعد الباحث المهتم بالظواهر فوق الطبيعية في معرفة ماهية السحر وكيف يؤثر في الإنسان، وهذه الأشياء هي التي تساعد على الفهم العميق للسحر كما أن العلم والدين يثبتها. فعندما نتفحص آراء علماء الروح وعلماء الباراسيكولوجيا وعلماء التصوف وحتى علماء الفيزياء النووية، نجد أن الكثير من هؤلاء العلماء يعترفون بشكل مباشر أو غير مباشر به، وخصوصا في السنوات الأخيرة. فالتخاطر والتنويم عن بعد والتركيز وتحريك الأشياء عن بعد ظواهر عملت تقريبا على فهم ماهية السحر، وهذه الظواهر وغيرها التي أقرها علماء الروح وعلماء الباراسيكولوجيا وعلماء التصوف بالإضافة إلى علماء الذرة مؤخرا، جعلت من الصعب على الإنسان العارف المتحضر أن يتخذ موقفا ينكر حدوث هذه الظواهر، إذ أنه لأول مرة يتم فيها هذا الاعتراف، غير أن هناك تشابه كبير بين هذه الظواهر وبين التأثير السحري، وهي أيضا تعطينا صورة حقيقية لهذا التأثير. إن هناك وقائع ملموسة عبارة عن استحواذ ومس هي في حقيقتها ناتجة عن أعمال سحرية يقوم بها بعض الأشخاص ذوي النفوس الخبيثة، حيث تسبب هذه الأعمال أمراضا جسمية ونفسية يعرفها جيدا المهتمون بهذه الأمور. غير أن السحر ورد في القرآن الكريم كحقيقة لا مجال لإنكارها، وفي عدد كبير من الآيات وبعض الأحاديث النبوية ورد أيضا الحديث عنه في تراثنا الفكري وعن علمائنا المعاصرين. فالسحر هو استعمال قوانين خفية غير معروفة للطبيعة. هذه القوانين قد تكون أفعال طوقوسية تساعد على تركيز العقل، أي القوة التي تسبب حدثا ما، أو هي تغيير للحدث بدون أي سبب طبيعي ظاهر. فعندما نرى شيء غير قابل للتوضيح نقول هو سحري، ولا أحد استطاع توضيح كيفية
جريان الأعمال السحرية. بالرغم من أن هناك الكثير من الأدلة العلمية من قبل علماء الإنسانيات بصحة وقوعه، وهي في نفس الوقت الطاقة الكهرومغناطيسية، حيث يتضمن فعل السحر تركيز هذه الطاقة الكهرومغناطيسية وإرسالها، إذ تنبعث الاهتزازات من الأشياء والأماكن والناس، فكل شيء في العالم يمتلك حق الطاقة، وكل شخص يمتلك قوة روحية، لأن كل شخص عنده قوة، وكل شخص يمكن أن يكون ساحرا. لكن هناك من يرى أن حرفة الساحر ليست خارج مجال الطبيعة وليست خارقة، وهناك من يفسر السحر على النحو الذي ذكرناه، أي الطاقة الكهرومغناطيسية، فكل شيء في العالم يمتلك حق طاقة، وكل شخص يمتلك قوة روحية، أي أن كل البشر يعيش في حقول الطاقة ويستعمل قوته الروحية، لكن استعمال هذه الطاقة وتعلم طرق استدعاء وتركيز الطاقة المطلوبة هو في أغلب الأحيان يتم عن طريق لغة رمزية جدا. من جهة أخرى، يمكن للإنسان أن يستعمل هذه القوة بشكل غير واعي أو بشكل حدسي في علاقاته الإنسانية. أما التخاطر فهي إحدى القدرات المشابهة للسحر، وهي التي تحتاج إلى الفهم الإضافي الحسي، وهي أيضا طاقة روحية وموضوع علم جديد لدراسة الخوارق. فالإنسان لديه بعض القدرات التخاطرية سواء كان يدركها أم لا، وله أيضا القدرة على الشفاء، أو بالأحرى الشفاء بالإيمان الروحي. يقول العالم المغربي في ميدان الروحانيات الأستاذ المحجوب مزاوي في كتابه القيم الظواهر النفسية الخارقة، يقول: كيف تفسر العلوم الدينية والباطنية؟ فإن بإمكانها التأثير من بعيد على جسم الرجل والمرأة، وعندما تتأثر القوة الجسمية لأحدهما أو كلاهما فإن حركتها تتغير، فلا يتم التوافق، خصوصا إذا علمنا أن القوة الجسمية تؤثر بدورها على القوة العقلية، فيبدأ الشعور بالانزعاج والكراهية، وبالتالي يحدث الانفصال. ويمكننا أن نعطي تعريفا آخر له، وهو العمل الذي يقوم به شخص معين تتوفر فيه شروط مخصوصة تحت ظروف واستعدادات غير مألوفة وبطرق سرية غامضة، وذلك للتأثير على شخص أو جملة أشخاص برغم إرادتهم لتحقيق غرض معين له أو موصى به.